السلام عليكم، الله يسعد صباحكم بكل خير، صباحكم معطر بذكر الله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتابع معكم مع صباح يوم الخميس 25 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحد إطلالات مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم مطل السلام. نتابع معكم شروق شمس هذا اليوم وهذا الصباح، والذي سبق بليلة 25 اللي هي أحد الليالي الوترية التي يرجى أن يكون فيها ليلة القدر، ولا نستطيع أن نجزم إذا ما كانت الليلة السابقة هي ليلة القدر أم لا. وأما الأشعة أو شعاع الشمس فهو واضح، طبعا نحن نصور أو بداية التصوير كان الساعة 6:15 تقريبا، يعني بداية شروق الشمس، يبدأ شروق الشمس من 6:10، فكان تصويرنا بعد 5 دقائق من بداية شروق الشمس. فملاحظ أشعة الشمس ولم نبلغ يعني 10 دقائق تقريبا. الآن الساعة 6:18. بالنسبة لموضوع المتابعة أيضا نعيد ونكرر أنه لا نقصد به تثبيط الناس عن قيام ليلة القدر. الإنسان يبذل الجهد في الليالي العشر، وآكد هذه الليالي العشر هي الليالي الوترية اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، قال التمسوها في العشر، وقال التمسوها في 7 الأواخر، قال أيضا التمسوها في 7 تبقى وفي 5 تبقى. كل هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان يلتمس ليلة القدر في الليالي الوترية. وأيضا عندنا أحاديث كثيرة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل ثم قمنا، يعني ثم قمنا في الليلة التي بعدها أو في الليلة ليلة 25 إلى نصف الليل. يعني الليلة الأولى اللي هي ليلة 23 قال قمنا إلى ثلث الليل، أما ليلة 25 قمنا إلى نصف الليل. الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. أيضا من الحديث التي ذكرت عن ليلة 25 أو غيرها من الليالي حديث عبادة بن الصامت قال التمسوها في 9 و7 و5، الحديث في صحيح البخاري. هذه بعض الحديث التي ذكرت ليلة القدر أو التماس ليلة القدر في مثل هذه الليالي، ونحن الآن في ليلة أو يعني الليلة السابقة هي ليلة 25 رمضان. الله يتقبل منا ويبلغنا وإياكم ليلة القدر ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان. نحاول نجتهد فيما تبقى من الليالي في ليلة 27 وأيضا ليلة 29، وأيضا يعني نجتهد في بقية الأيام في كل الأيام، لأنه ليلة القدر تتنقل وليست ثابتة في ليلة معينة. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. كان معكم أخوكم محمد ياسين الرئيس من المدينة المنورة.